في رحلته إلى المسجد لإقامة الصلاة انقلبت حياته رأسا على عقب، فما كشفه الجار السابق الذي طال غيابه لم يكن في الحسبان، فزواجه من أخته كان باطلا رغم استمراره لسنوات طويلة وإنجاب 7 أبناء. فما هي القصة؟ أنا صفا زياني وسأروي لكم ما حدث. 18 عاما كاملة اقترن فيها اسم مواطن سعودي يدعى عبد الله مع اسم أخته في وثيقة زواج رسمية تم توثيقها في الهيئات المختصة لدى الحكومة السعودية. زواج باطل أثمر عن 7 أبناء من الأولاد والبنات، لم يكشف بطلانه إلا جار سابق كان يعلم الحقيقة المرة منذ البداية. فما إن أنهى عبد الله صلاة العصر كعادته في المسجد القريب من بيته حتى تفاجأ بجاره القديم الذي يعده في منزلة والده يطمئن عليها ويستفسر منها هل تزوج أم لا. وما إن أزاح عبد الله الستار عن اسم زوجته حتى وقعت الصاعقة على الجار الذي انتفض مما سمع وكرر سؤاله من جديد. وكان عبد الله قد تزوج من ابنة عمته التي يعرفها الجار جيدا منذ أكثر من 18 عاما، ولم يكن يعرف أن زوجته التي كانت له سكنا لأكثر من ثلث عمره هي أخته من الرضاعة. وبالطبع هزت الحقيقة كيان عبد الله وعاد إلى بيته يجر ذيول الحزن ويبحث عما يريح له قلبه. ورغم المحاولات المستميتة من زوجة عبد الله وأبنائه في معرفة معكر صفوة بمجرد أن خرج إلى صلاة العصر وعاد، لكنه لم يخبر أحدا بما يشق أوتار صدره واختلى بنفسه حتى بسط الليل ستره. وفي الصباح الباكر استيقظ الزوج من نومه ليبدأ رحلة البحث عن أطراف القصة. حاول عبد الله أن يستنجد بأحد يكذب رواية الجار الستيني حتى لا تتهدم أركان حياته الأسرية، لكن دون جدوى. وهو ما أثار دهشته، كيف يعلم كل هؤلاء الحقيقة المرة ولم يحاول أحد منهم إثناءه عن إتمام الزواج من ابنة عمته وأخته في الرضاعة، حيث تبين له أن والدته أرضعت زوجته معه أكثر من مرة. وما إن تأكد عبد الله من مصداقية جاره السابق حتى ذهب إلى المحكمة بخاطره وقرر فسخ عقد الزواج من أخته في الرضاعة، تاركا وراء ظهره قصة حب وزواج دام لأكثر من 18 عاما. مأساة لم تنحصر في عبد الله وشقيقته فحسب، بل امتدت لتشمل 7 أبناء أكبرهم يدرس في المرحلة الجامعية. وتحرم الشريعة الإسلامية الزواج الذي يجمع بين الرضيعين من أم واحدة خارج نطاق النسب الاعتيادي، فما إن يثبت أن الزوج هو أخ الزوجة من الرضاعة فإن مثل هذا الزواج باطل ويجب فسخ العقد على الفور، ويتم إلغاء جميع الآثار المترتبة على هذا الزواج الباطل حتى وإن امتدت السنون به أو نتج منه أولاد، وينسب الأولاد لأبيهم بشكل طبيعي وفقاً للمبدأ الشرعي الولد للفراش، ويحق للأبناء كافة الحصول على جميع حقوقهم، ويتم التعامل معهم كما يتعامل الأبناء من الزواج الصحيح، ولا تترتب على الأبناء أي مشكلة قانونية في صحة النسب، فالأب يبقى والدهم والأم تبقى أمهم، ولا يتأثر وضعهم القانوني بشيء، حيث لهم جميع الحقوق من الإرث والنفقة. فمتى يتم التخلص من مثل هذه القضايا الشائكة؟